هذا أيضا سائل يقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول أنا أستعمل العادة السرية بدلا من الوقوع في الزنا أو اللواط لما تعلم من كثرة الفتن في هذا الزمان وغلاء المهور؟ إن العادة السرية وإن قال بإباحتها بعض الناس إلا أنها ليست مباحة وليست علاجا، ليست علاجا تقي الإنسان من جريمة الزنا. لذا جاء النهي عنها في القرآن، وذلك يعلمه من تأمله. لما ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان إباحة الجماع لزوجاتهن ومملوكاتهن، قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من أراد أن يضع شهوته في غير ما ذكر من الزوجات الشرعيات والمملوكات الشرعيات، من وضع نطفته في غير ذلك فقد تجاوز الحد وتعدى الشرع. لذا لا تجوز العادة السرية بحال من الأحوال، هذا أولا. وثانيا أنها ليست علاجا، فلو كانت علاجا لكبح جماح الشاب لتغنيه عن الجماع إذا عجز عن الزواج، لو كانت كذلك لنبه عليها القرآن أو السنة، بل العكس هو الذي حصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أولا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهو أمر بالاستعفاف عن إراقة النطفة بأي وسيلة من الوسائل غير ما شرع الله عز وجل من الزوجات والمملوكات. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. فأرشدهم إلى الاستعفاف وإلى الصيام لما فيه من قهر الشهوة وإضعاف القوة حتى لا يقع الإنسان في جريمة الزنا. فالذي يجب أن نعرفه أن العادة السرية ليست علاجا لمكافحة الزنا والفرار منه، بل قد تكون العادة السرية سببا في التطلع إلى الزنا، أي ليضع شهوته في فرج حرام كما سهل عليه أن يضعها في جسده أو ما شاكل ذلك. والله تعالى أعلم.